وتزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قدمت فرقة أوبرا القاهرة حفلتين متتاليتين على مدار يومين بمسرح معهد الموسيقى العربية. وللمزيد تنضم إلينا الزميلة سالي سالم والتفاصيل. سالي، نعم، تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام. عام ميلادي جديد وعيد ميلاد مجيد على الشعب المصري بأكمله. من هنا من مسرح معهد الموسيقى العربية نتابع تواصل فعاليات الاحتفالات الغنائية التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية ممثلة في دار الأوبرا المصرية ضمن الاحتفال بهاتين المناسبتين. وهذا الاحتفال الذي نتواجد نحن بصدده الآن هو حفل لفرقة دار الأوبرا الخاصة بالقاهرة، وأطلق هذا الحفل في تمام الثامنة واستمر لمدة ساعتين. هذا الاحتفال للفرقة بقيادة وبمصاحبة عازف البيانو غريغ مارتن وبقيادة المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة دكتورة إيمان مصطفى. قدم خلالها عدد من المختارات الغنائية منها ميلاد الطفل وصلاة الرب، وأيضا عدد من المختارات الغنائية العالمية. إقبال من الجمهور وحرص على المشاركة والحضور لمثل هذه الاحتفاليات والتي أطلقت منذ بداية هذا العام وتستمر حتى نهاية شهر يناير للاستمتاع بهذه المقطوعات والمختارات الغنائية. فرق الأوبرا استطاعت أن يكون لها قاعدة من الجمهور يحرص على مشاهدة وزيارة دار الأوبرا المختلفة على مستوى المحافظات. بالتزامن مع إقامة هذا الحفل بمعهد الموسيقى العربية كان هناك حفلا غنائيا لفرقة أوبرا الإسكندرية بدار أوبرا الإسكندرية تحديدا على مسرح سيد درويش، وكان هناك حضورا جماهيريا لهذا الحفل أيضا. هذا هو أبرز ما لدينا في هذا اليوم المليء بالمحبة والغناء، والكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نعم سالي سالم، كنت معنا من مسرح معهد الموسيقى العربية حيث تزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد قدمت فرقة أوبرا القاهرة حفلتين متتاليتين على مدار يومين على هذا المسرح. شكرا جزيلا لك.